بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. معكم المهندس مدر عبد الرحمن الحاج يونس من قسم تطبيق المشاريع وعضو في لجنة الذكاء الاصطناعي في بلدية إمارة الشارقة. هذا هو الفيديو التعريفي 19 ببرنامج ستيب بروجرام 2017، وفي هذا الفيديو سنتعرف على أداة جديدة أخرى بسيطة ولكنها مهمة جدا، وسنتطرق إلى برنامج كنت قد برمجته منذ فترة طويلة ولم أقم بتحديثه منذ فترة طويلة أيضا لأني لم أعد أعمل به، ولكن يمكن أن نستفيد منه في المستقبل ببعض الجزئيات لكي نضيفها إلى برنامج ستيب بروكر 2017 بما يخدم عملية تصميم الإنشاء التي بدأها أي مهندس باستخدام أي برنامج عالمي مثل برنامج الإيتابس على سبيل المثال. الأداة التي سنتعرف عليها في هذا الفيديو هي كوربل ديزاين. هنا كوربل ديزاين، طبعا كلنا يعرف تصميم الكوربل وما هو هذا الكوربل. موجود طبعا موجود أكثر منشآت التي يوجد فيها الكوربل هي منشآت الصناعي التي يتم الذي يتم فيها وضع جائز حامل للرافعة أو بيم حامل للرافعة على هذا الكوربل، الكتف الخرساني بمعنى آخر، أو يمكن أيضا أن تجده في منشآت البريكاست المسبق الصنع. فهنا في هذا البرنامج في هذه الأداة، طبعا الأداة بسيطة جدا، قمنا بتبسيطها قدر الإمكان ووضع بعض التفاصيل التي تهم المهندس الإنشائي وأيضا تبسيط المخرجات. طبعا أي خانة أيضا مشروحة لدينا هنا مشروحة لدينا في الرسم. فمثلا H هو ارتفاع الكوربل، B هو عرض الكوربل، هذا view من الأعلى. إذا قمنا بالنظر من الأعلى إلى الأسفل سنجد هذا الفيو البلان، وإذا أخذنا section هنا XX سنجد هذا المقطع بهذا الشكل. B هو عرض الكتف الخرساني، WB بحال لدينا بليتي هنا وسيتم تحميل الحمل كله عليها فإننا نحدد أبعاد هذه البليتي WB وLP بليتي. FC برايم FY هذه معروفة. A1 هنا مشروحة بعد البليتي عن طرف العمود. A2 هو بعد البليتي من هنا عن طرف الكتف الخرساني من هنا. DC هو ارتفاع منطقة الحديد. AS هذا AS الذي سيوضع. قيمة Ultimate Vertical View هذه Ultimate View التي توضع هنا، و Surface Horizontal Tension Load TS في حال لدينا أن أردنا هنا TU أو TS. طبعا لا، هنا ندخل Surface كما هو موجود هنا. طبعا TU لأن البرنامج هو سيقوم بحساب TU من TS المدخلة هنا ومن نسبة من قيمة ومن نسبة حسب الكود الـ ACI الموجود لدينا. حتى لو تم إدخال TS هذه صفر فإنه ستنشأ قوة شد، لأن هذه الطريقة التي وضعها الكود الأمريكي هي أصلا مستنتجة من طريقة Strut and Tie من أجل الكوربل. في حال كان الكوربل أي بعد الكوربل هنا يساوي أو أقل من ارتفاع الكوربل H، طوله أقل من ارتفاعه. طبعا هنا في الرسم مشروح لدينا أن هذه الـ AS بشكل 3D بشكل ثلاثي الأبعاد كيف تظهر لدينا، وأن عدد الستيربس المحسوبة يجب أن يوضع على بعد ارتفاع ثلثين الارتفاع الفعال، ثلثين الارتفاع الفعال الذي هو من هنا إلى هنا يحسب D. طيب الآن سنقوم بحساب، طبعا بس للعلم فقط أن A سيحسبها البرنامج عبارة عن ثلثين WB، هذه WB وهذه من هنا إلى هنا ثلثين زائد A1 زائد A1 Tension Reinforcement Diameter بمعنى آخر ما هو قطر AS الذي تريد للبرنامج حساب عدد القضبان على أساسه. Stirrups Diameter هذه الستيربس الموجودة هنا، ما هو قطر هذه الأساور، و number of legs كم عدد الأساور التي تريدها لكي يقوم البرنامج بحساب عدد هذه legs الموجودة لدينا، عدد legs عدد الصفوف الروز، عدد الصفوف الروز الموجودة هنا. أنت حددت عدد الأذرع،
حددت القطر التي تريد أن تطلبه، فيقوم البرنامج بحساب عدد الصفوف اللازم التي يجب أن تضع على مسافة ثلثين من ارتفاع الفعل. الأداة بسيطة، نضغط على زر كالكوليت، فيقوم البرنامج بحساب أن AS المطلوبة هي 24 حسب القطر الذي أدخلته. قام البرنامج بحساب عدد القضبان اللازم 24، توضع 1 2 3 4 وتمتد إلى الداخل بقيمة LDH تم شرحها في فيديو سابق. AS فتحة أنك لا تريد، طبعا يوضع هنا قيمة بسيطة من أجل وفق الكود من أجل تأمين التفاصيل الحديد اللازم من أجل عمل الكوربل. AH ما هو AH؟ هذا القيمة AH هذه التي هنا هي عدد الأساور، أي أنه يقول لك أربعة التي أدخلتها، أربعة لك، 1 2 3 4، قطر كل لك 10 ملم، ومكررة على صفين، أي 1 2 1 2، ستوزع على صفين. ربما تقول لي لا أريد أن أوزع على أكثر، أن الارتفاع الكورب أكثر. أوكي، يمكن أن تضيف صفين بنفس الأذرع، أو يمكن أن تذهب إلى هنا وتقول له 8 ملم نريد أن نضع، يحسب لك 2 legs. أصلا كانت ممكن 10 ملم التي أدخلتها كبيرة، يمكن أن تذهب إلى هنا وتقول له لا أريد 2 leg مثلا، سيقوم 2 leg تي 8، ولكن أصبحت بدلا من الصفين أصبحت 4 صفوف، 4 rows، أي 1 2 2 legs بقطر 8 ملم وبعدد صفوف هي 4 1 2 3 4، أي 1 2 ومكررة 4 مرات ضمن ارتفاع مقداره 2/3 الارتفاع الفعال. طبعا هذه الأداة يمكن أن نستفيد منها أيضا عندما يكون لدينا موجود لدينا جدار وتم تقليل من ارتفاعه، يعني مثلا لا يكون لدينا جدار قص، جدار شير وول، وأن ارتفاع في الأعلى 5 متر واضطررنا إلى أن نقوم بجعله 4 متر، 4 متر في الأسفل، فتكون منطقة الانتقال من 5 متر إلى 4 متر تعمل لدينا ككوربل. يمكن الاستفادة من هذه الأداة في حساب في تأمين الحديد اللازم لكي تعمل منطقة الاتصال بين 5 متر العلوي والأربع متر السفلي لتأمين عمل هذه المنطقة ككوربل، أي ككتف خرساني، لتأمين نقل الأحمال من الأعلى إلى الأسفل. يمكن الاستفادة من هذه الأداة فيها لأنها أصلا تحسب بطريقة سترات أنتاي، وهذه الطريقة أصلا مستنتجة من طريقة سترات أنتاي. الأداة بسيطة ولكنها مهمة جدا وتفيدنا في كثير من المنشآت مسبقة الصنع أو المنشآت الصناعي، وكما قلنا عندما نضطر إلى التقليل من أبعاد الجدار العلوي كان فرضا 5 والسفلي كان 4 متر، فمنطقة الاتصال بين 5 العلوية والأربعة السفلية يمكن لنا أن نحسبها على أساس أنها كتف خرسانة، وهذا فرضيا. نضع هنا فقط اللود، لدينا مومنت ولود فورس، يمكن أن نضع هذه الفيو، نحسب البعد تباعدها عن سنتر العمود بطريقة ما ونكافئها ونضعها في هذا المكان، ونحسب منطقة الاتصال لكي تؤمن عمل المنطقة العلوية لكي تؤمن وصل المنطقة العلوية مع المنطقة السفلية. أداة بسيطة ولكنها مهمة جدا. سنتعرف أيضا الآن على برنامج قمت برمجته كما قلنا منذ فترة طويلة، وهو برنامج الفجر للزلازل وفق الطريقة الاستاتيكية الثانية، وهي UBC 97 الموجودة في الكود. طبعا سأستعرضها وأنا أشرح فيها كثيرا. ما هذه الأداة؟ الأداة هنا سأقوم إلى هنا بإضافة أحمال الميتة الموجودة لدينا، فلتكون هذه بالطن 0.55، الحمل الحي 0.2، ارتفاع الطابق ليكون 4.2، نقوم بإضافة الطابق أصبح الآن موجود لدينا هنا، نقوم الآن برسم هذا الطابق أو استيراده من برنامج التوكاد أيضا يمكن، نضع هنا. نحن الآن نرسم مسق بلان لهذا الطابق، بعدها نقوم بوصل هذه العقد أو الجوينتس، طبعا نرسم نحن الآن الطابق. بعد انتهينا يقوم البرنامج تلقائيا بحساب center of mass ووزن هذا الطابق، بعدها نقوم بإضافة الطوابق الأخرى، إضافة طابق مشابه للطابق الأول، حمولة الميتة 0.55 أيضا وحمولة الحي 0.2، ارتفاع الطابق ليكون 3.5.
هناك بس إضافة 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 لإضافة 8 طوابق. أصبح لدينا هنا 8 طوابق الموجودة لدينا. طبعا يمكن لنا أن نضيف حمولة مساحية إذا كان هنا إضافة حمل خزان أو أي حمل آخر. يمكننا من إضافة الأحمال إدخال إحداثيات، نضغط إضافة حمولة، سيضعها البرنامج لدينا في أحد الأماكن، وسيعدل مركز الماس مركز الكتلة وفقا لذلك. وأيضا إذا كان لدينا فتحة أيضا يمكننا إدخالها بإدخال إحداثياتها وأين تقع هذه الفتحة في الطابق. يمكن الآن نضيف الجدران. فرض ليكن لدينا هذا الجدار أن البيس هي النقطة واحد، النقطة واحد أريدها في مثلا هنا 13 4، 13 وهنا 4. أبعاد الجدار مثلا 5 متر ضرب 0.2. الحمولة الناظمية الرأسية التي عليه من الديدود لتكن مثلا 100 طن، من اللايف لود أيضا 20 طن. انتر، إكمال تلقائي. نضع المعامل التشقق 0.7 مثلا. إضافة جدار أصبح موجود لدينا هنا. أيضا W2 ليكن هنا في هذا الاتجاه على 14 متر، هنا 14. اد اضافة جدار. لاحظ center of rigidity تلقائيا يقوم برمج بحسابه. W3 ايضا. الان زاوية الميلان 90 درجة، ليكن فرضا هنا موجود في احداثيات 12 6، 12 وهنا 6. اضافة جدار. لاحظ center of rigidity. الان سنضيف واحد اخر هنا في احداثيات 35. إضافة جدار أيضا. أيضا يحسب، لاحظ أن center of rigidity هذه باللون الأزرق، هنا center of mass. نذهب إلى إدخال المعاملات modifier. معامل زد معامل المنطقة، المنطقة الأولى أو منطقة هنا 0.25. هل تريد إدخال الحمولات الحية أو لا تريد؟ من أجل أن يأخذ 0.25. importance factor معامل R فرضا 4.5. CA and CV يتم إدخالها، NA and NV and period. هل تريد أن تحسب بهذه الطريقة أو بهذه أو بهذه؟ البرنامج يحسب لوحده تلقائيا اللامركزية ويضيف 5% الموجودة لدينا فقط. نضغط على حساب عزم الفتل والقوة الموجودة لدينا، فيقوم البرنامج بحساب القوة الزلزالية وتوزيعها على الطوابق وحساب الـ AX الموجودة لدينا وحساب الإزاحات الطابقية والفرق بين كل طابق وآخر وتحقيقها في كانت محققة لإشتراطات الكود 0.02H وأيضا بالاتجاه Y نفس الأمر. طبعا يضيف، يمكن إضافة عدد من الجدران، ممكن تكون بشكل زاوي أو بشكل I أو T section أو I section أو بشكل كور. أيضا يقوم برنامج بتوزيع على الجدران، الجدار الأول باتجاه Y، نختار load combination التي نريد ونضع هنا، ونختار المخطط الجهود التي نريد إظهارها حتى أن هذه الديفليكشن الموجودة لدينا والفرق بين كل طابق وآخر. يفصل لك البرنامج هذا كل الأمور المتعلقة بحساب الانزياحات الطابقية وتوزيع على الجدران، وأيضا في النهاية يحسب لك تسليح الأعمدة المخفية في حال كانت غير محققة وفق أي علاقة W2. لاحظ أنه غير محقق، يجب زيادة تأمين حل إنشائي آخر يطابق الكود، وأيضا يعطي تسليح القص. طبعا هنا تسليح الأعمدة المخفية وأبعاد الأعمدة المخفية وتسليح الطول في الأعمدة المخفية، تسليح القص المطلوب التي تحتاجه الجدار لمتحمل قوى القص الموجودة. وفي النهاية أيضا يقوم البرنامج بطباعة مذكرة حسابية. طبعا هذه كانت معمولة بسورية وفق الكود العربي السوري. وطبعا نطبع طباعة مذكرة يطبع لك البرنامج، وأيضا الجدار في حال أردت الجدار أن يطبع لك الجهود التي تريده يقوم البرنامج بطباعتها. طبعا هذا البرنامج عملته لسوريا، وهو برنامج لم أقم بتطويره، ولكن يمكن إضافة بعض الأدوات الخاصة في برنامج ستيب، ولأن البرنامج إيتابس كافي ووافي وفيه جميع الاحتياجات لطلب المهندس، ولكن هذه لإعطاء فكرة مبسطة عن الجملة الإنشاء التي يريدها المستخدم قبل البدء بعملية الموديلينج على برنامج إيتابس.
طبعا إن شاء الله نكون وفقنا إلى شرح هذه الأداة، وإلى لقاء آخر مع أداة أخرى، وشكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.